وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمقدار مليار جنيه إضافية لدعم ومساندة نشاطه المجتمعي لمواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المخابرات العامة وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي. وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي بزياده اعتماد مشروعات وزاره النقل على المكونات المصنعه محليا والمطابقه للمواصفات العالميه وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار ما تمثله منظومه النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنيه الاساسيه للدوله. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. وذلك بحضور رؤساء منظمات المجتمع المدني من اعضاء التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول استعراض نشاط التحالف الوطني منذ انطلاقه فقط مطلع العام الحالي والذي يتكون من 24 جمعيه ومؤسسه اهليه بالاضافه الى مؤسسه حياه كريمه والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. وقد تم في هذا الاطار استعراض جهود التحالف الوطني في المجال الخيري والتنموي على مستوى الجمهورية في اطار منظومه الحمايه الاجتماعيه والدعم الاجتماعي للدوله لخدمه الفئات المستهدفه وذلك بالتنسيق والتعاون بين الحكومه ومؤسسات المجتمع المدني وقد اعرب السيد الرئيس عن التقدير للنشاط الاجتماعي الخاص بالتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي الذي يضم أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة والتجارب الناجحة في مساعدة محدودي الدخل على امتداد الجمهورية ويعد ركنا هاما في منظومة شبكات الحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت على العديد من القطاعات خاصة الغذاء بما يدعم الجهود التنموية المتواصلة للدولة والتي كان اخرها حزمه الدعم الاجتماعي التي وجه بها السيد الرئيس مؤخرا. وقد وجه السيد الرئيس بزياده الدعم الحكومي الموجه الى التحالف بمقدار مليار جنيه اضافيه لدعم ومسانده نشاطه المجتمعي. تزامنا مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني، وسعيا لمواصله جهود الحمايه الاجتماعيه للمواطنين الاكثر احتياجا. من خلال تقديم كافه المساعدات الاجتماعيه المتنوعه الممكنه وقد وجه السيد الرئيس ايضا بتطوير عمل الجهود الخيريه والتنمويه للتحالف الوطني ليتخطى نطاق المساعدات العينيه المباشره الى النشاط التشغيلي وليكون جزءا اساسيا من جهود التحالف وذلك بهدف توفير فرص العمل وزياده الانتاج وتحقيق مردود اقتصادي ملموس للمواطنين في نطاق نشاط عمل المؤسسات الخيريه كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هاله السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والفريق كامل الوزير وزير النقل. الاجتماع تناول استعراض مستجدات مشروعات وزاره النقل على مستوى الجمهوريه والموقف التنفيذي لمراحلها الانشائيه. وقد عرض الفريق كامل الوزير في هذا الإطار جهود تطوير وتحديث المتواصل في منظومة النقل العام بكافة عناصرها على امتداد الجمهورية وذلك على المستوى التنفيذي والإنشائي وكذلك المراحل المستقبلية لمختلف المشروعات فضلا عن توفير الموارد التمويلية كما استعرض السيد وزير النقل أبرز مشروعات قطاع النقل في مدينة شرم الشيخ خاصة تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لدعم إمكانات المدينة السياحية فضلا عن التطوير الجاري بمطار شرم الشيخ من مرافق رئيسيه وممرات الطائرات، وذلك في اطار التطوير الشامل للمدينه استعدادا لاستضافه القمه العالميه للمناخ في نوفمبر المقبل، حيث وجه السيد الرئيس بسرعه انهاء كافه اعمال التطوير لمرافق المدينه، تجهيزا لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في القمه العالميه. كما وجه السيد الرئيس بزياده اعتماد مشروعات وزاره النقل على المكونات المصنعه محليا والمطابقه للمواصفات العالميه وذلك بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص اخذا في الاعتبار ما تمثله منظومه النقل من مكون جوهري للنهوض بالبنيه الاساسيه للدوله كما تم ايضا استعراض خطط وزاره النقل لتحقيق الاستفاده المثلى من قطع الاراضي غير المستغله التابعه للوزاره خاصة في منطقة شرق القاهرة، وذلك بتحويلها إلى أنشطة خدمية وتنموية وتجارية، إلى جانب إقامة مبان خاصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية